قصة عجيبة. كيف لو ما جيت يا حج لهنا؟ من وين الفلوس معك؟ الفلوس اللي بيتها بها الصندقة. الصندقة ايش بتسوي فيها الصندقة؟ صندقة كنت جاتو فيه بها. ساكن فيها؟ ساكن فيها. ساكن بالصندقة؟ ساكن في الصندقة. بعتها مع الأرض اللي فيها؟ بعتها بالأرض اللي فيه بها. ليش؟ أجيت ربي يتوب علي. سبحان الله العظيم. باع بيته. يصل إلى هذا المكان. الحمد لله على كل حال. هذا الشخص الله يبدلك خير منه في الجنة إن شاء الله. الله يعوضك خير منه. يعوضك. بيت في الجنة إن شاء الله. عندك أولاد يا عم؟ آه.